سيت ان ماتش بالنسبه ليا اكسيبسيونيل، معناها الاهلي والاسبيرونس توا على مدى السنين كل ما يتقابلوا معناتها تشوفوا امباكت كبير وانجو كبير، سورتو توا معناها كاردو فينال اللي نتصور اللي باش يتعدى باش يكون عنده معناتها شانس كبيره باش يهز الشامبيونز ليغ السنه. اسبيرونس فريق معناتها ممتاز السنه، شفناه معناها في لي كومبارتيمون الكل، والاهلي زاد عنده تاريخه، دونك شكون مقابله فيها برشا حماس، والاهلي في مصر نتصور فما افونتاج لاسبيرونس سورتو كي يلعب الروتور في تونس، نعرفوا معناها الجماهير الترجي معناتها باش تكون موجوده بعدد كبيره وباش تكون عندها دور كبير معناها في تشجيع الفريق، دونك اذا كان لاسبيرونس تعمل ريزولتا بوزيتيف في مصر نتصور تتعدى للدومي فينال ان شاء الله. حسب رايك الجينيراسيون تاع والله يشوف ما لازمكش تقارن خاطر كل وقت وقته، راه توا ياد لا كاليتي وزاد فما ليكسبيريونس في الفريق، لكن ما لازمش تقارن الاشخاص معناها خاطر هذيك هي معناها في عام 2000 كانت ليكسبيريونس عندها اون ايكيب، في عام 95 اون ايكيب، في 2010 اون ايكيب، وهذيك هي معناتها الاجيال تتبدل. دونك الفريق توا معناها نتصور ممتاز، مدرب زاد معناها نعرفوه فوزي بنزرتي اللي يعرف كيفاش يتعامل مع الرصيد البشري اللي عنده، دونك فريق نتصوره يمشي لبعيد كان يتعدى الاهلي المصري ان شاء الله. بالطبيعه بيان سور فما دي بونتويت ما يتنساوش سورتو في مسابقات افريقيه معناتها في دي فينال وكل شيء. بصراحه الماتش هذاك يقعد في القلب معناتها خاطر عملنا بلوتو مش الماتش هذاك، ماتش روتور اللي ما تعديناش، اون افي لوكازيون باش نعملوا دو كوب دو موند دو سويت اللي تقعد تاريخ، لكن الله غالب شفنا الماتش روتور الاهلي معناها علاش ديما نحذروا منه، فريق راهو ما لازمش واحد يستهان به، لكن البونتو هذاك بصراحه حتى توا معناها ونتصور نهار اخر كي نزيد نكبر ومعناتها ونوري لصغاري نقول لهم هذا بونتو معناتها عنده طعم خاص بالنسبه لبوكو. والله بون كنت طالع معناتها في الديزو متر ووقتها كان عندنا انسينيال بيني انا وبين وجدي بوعزي وشمام معناتها يعمل لي هو بلوكاج وانا نجري معناتها وقتها كان حصرني وائل جمعه نتذكر في الدوزيام بوتو وقلت لوجدي بلوكي فهمتني مع خليل معناتها ونيتي سانكرونيزي في التير جات التير معناتها ايليتي تايمينغ باهي اكسيبسيونيل دونك جا البونتو كانت خدمه نتاع اون ايكيب معناها نتاع بلوكاج نتاع لكن انا غالب من بعد كيما قلت لك ما ختمناهاش بالكدا لكن هذيك الكوره فيها لي ديسيبسيون فيها النجاحات ودايور هذيك الحاجه الباهيه وهذاك الشارم نتاع الفوتبول.